كوني هدف لفائز فريق الوداد. كما قلت بكى كوني تسجل اهداف من ضربات الأرض باش سجل على فريق اولمبيك سافيك. تلاحظوا نفس الزاويه في الطريقه بالرجل اليمنى نزل الكره وبقى تيشوفها خالد العسكري. هدف لفائز هدف ديال التعادل ديال فريق الرجاء جا في الوقت كون هذا هناك اللاعبين دخلوا بالحلول. بالفعل تبريرة كانت جميلة ديال اللاعب الهاشمي في اتجاه رأس اللاعب كوكو وهدف التعادل لفريق الرجاء الذي بحث عنه بشق